اللي هو الشيف جابر وكيل كان ورد لنا معلومات تفيد ان في صفقة وضر اسعار عاليه بحيث ان محدش يشوف المكان اللي هو بيطلعوا حد جديد دي نقصه مخصص للمكان بتاع العمل 2% بالعرض على السيد اللواء مساعد السيد طلع من تشكيل فريق بحث والحمد لله ربنا وفقنا زي ما انت شايف كده.